العيالات اللي باغين يقراو يجيو للطاولات القداميين، اللي باغا تفلى تخرج برا. الا لا انا علاش حال الشرجم دايره رونديفو؟ شدي الشرجم، حنا في قسم. الاسم ديالك؟ كنبوشيه. شنو كديري؟ كلاسه. في الحمام؟ قولي لا في الحمام، سينما الاطلس. ولا جاب الله وقريتي؟ المديره ديال البيلات. وانت فين غادي؟ وانت فين غادا؟ يا باغا ناخذ تلاوتي. رجعي لطاويلتك. وانت؟ راه نسات عندي التلاوه ديالها، دايره فيها المسمن حتى نازل دوب. بك في طاويلتك، قسم ولا كوري هذا؟ رجع لبلاصتك. قرينا بكري. انت شنو؟ داك الدخان اللي شعل ديالاش؟ بخور ولا جاوي؟ هاك وايزا وليدي. في الكارو غادا نقجو تا الاستراحة ونشعلو مال مك شاريه ليا. وين ايطاليا هادي؟ طفي الكارو ولا بركيلان ولا خرجي برا. فين هي ستيك هادي هالك؟ رجعي لطاويلتك يلاه بركي تما. مصيبة كحلام هادشي باين كاد. وانت؟ حاضر. الاسم ديالك؟ عبد الرؤوف. فين كتسكن؟ درب تزوج ما قالها ليا الزنقة حالفة بليبي رقم دار جوني ماغ. وباك حي؟ الله يرحمه. انتحر من السفلي. امك حيه؟ لا واه لفعة سولني انا اللي حي. كنيتكم الحقيقيه؟ الكسالى. يلا بركت ليه سير كسول. وانت؟ انا ايه انا الحسن. كنيتك؟ المحسنين. باك الحسين. امك الحسينه. فين كتسكن؟ زنقت حسنيه اكادير. اكادير. وانت اللي حداه؟ مراتو ازا بركي الارض ما توفي قدام الاستاذ. يلا رجع لبلاصتك. بعد ما تعرفنا الاسماء نعود الاسئله التاليه. الكنبوشيه. حاضره. كنقولوا كتاب مثلا شي حاجه يكون فيها حرف الباء. اعطيني شي كلمه باللغه العربيه يكون فيها حرف الباء. كتاب مكتبه حرف الباء بيرات. خرجي برا. هما لا بيان كلاسي. خرجي برا. تنزل. غضيفه. حاضره. طافيه الكاروك. عجه. كلمه باللغه العربيه يكون فيها حرف الميم. ماركيز. وانت؟ حاضر. حرف الميم. في الاول ولا في الاخر؟ فين ما كانت. امك. برك الله. برك الله خرج برا. برك الله. سي الحسن. ها هو حرف الباء. بن لادن. خرج برا. خرج برا. قرينا بكري. كنبوشيه. حاضره. كنقولوا الخبز بالفرنساويه لوبا والمسمن لولابا. غطيفه. حاضره. كلمة باللغة العربية يكون فيها حرف الشين وطفي الكارو. شقوفة ندرحينا ولادي. خرجي برا. باغي تنيرفيوني. خرجي برا. عبد الرؤوف. حاضر. حيوان ما عندوش سنان. جدة الله يرحمها. سي الحسن. ها هو حيوان ما فيش العظم. الكفتة. الكنبوشية. حاضرة. سمية العمى بالفرنساوية. ستيفي وندير. عبد الرؤوف. حاضر. بالفرنساوية كنقولوا الخبز أو البطاطا لا بوم دو تيغ، والبطاطا القصبية لو ترومبلمون دو تيغ. سي الحسن. ها هو جملة مفيدة يكون فيها فعل وفاعل ومفعول به. ما منور كريدي والرزق على الله. عبد الرؤوف. حاضر. غتعطيني بالفرنساويه مثلا باغي تجمع شي واحد بنص، اش غتقول لها بالفرنساويه؟ جوفورا.